رئيسة المركز الشيخة أمثال الأحمد الجابر الصباح، علاوة على فريقين آخرين وفريق التصوير الذي تولى التقاط صور للجمهور، وكانت جهود وزارة الداخلية في تنظيم المرور والمحافظة على سلامة المشاركين بارزة، وكذلك جهود كل من شارك ونظم المسيرة من المتطوعين وما بذلوه من جهود لإنجاح فعالياته. برلمان، اتحاد، قرارات، توصيات، كذلك أنشطة. خلونا نشوف هذا التقرير. هذه الدورة العاشرة للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، تناولنا فيها بالدرس مشروع جدول أعمال المؤتمر للاتفاق عليه بصفة نهائية، وتم ذلك بالإجماع. كذلك ناقشنا عدد من الأمور الإدارية والمالية التي تتعلق بأنشطة الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي، وتم كذلك استعراض أنشطة السنة الماضية وقدمت تقارير حولها، وتم كذلك استعراض البرامج التي ستقوم بها الأمانة العامة للاتحاد والاتحاد البرلماني العربي خلال السنة القادمة. الجميع كان ناقشت جميع المواضيع بصفة، يعني ممكن أن أقول لك بكل صراحة، وقدم كل عضو ما يرتئيه من ملاحظات حول عمل الأمانة العامة خلال السنة الماضية وما يقترحه للعام المقبل. كذلك تم عرضا تطرق لموضوع سوريا، وتمنى الجميع أن تحضر معنا سوريا في مجلس الشعب السوري في مؤتمر الاتحاد القادم إن شاء الله، لأن سوريا مكانتها دائما محفوظة ودورها مهم جدا بالنسبة للوطن العربي، ونتمنى إن شاء الله أن تستعيد هذه الدولة المركزية والمحورية في العالم العربي، أن تستعيد عافيتها وتسترجع مكانتها. نحن دائما نرى إلى الأمام ونتمنى أن نتطور في سبيل إقرار الديمقراطية في الوطن العربي وفي سبيل تمتيع الشعوب العربية بهامش كبير من الحريات. نحن نتعلم من بعضنا البعض، وأعتقد أن من حسن الطالع أن هذا المؤتمر ينعقد في مدينة الكويت، في دولة الكويت التي تشهد هامشا مهما من الحريات وهامش مهم من الديمقراطية، فالذين يعتبرون أنفسهم في أقل من ما هو موجود في الكويت يجب أن يتعلموا من هذا البلد، وأن يروا كيف يشتغل مجلس الأمة الكويتي، وكيف تتحرك الصحافة، وكيف يتحرك الشعب في هذا البلد. فأنتم هنا في الكويت تقدمتم أشواط كبيرة، ويجب على الجميع أن يتقدم في هذا الاتجاه. أنا من خلال اتصالي مع الجميع، الكل يحب الشعب السوري، الكل يعتبر أن سوريا دولة مركزية، والكل يعتبر أنه يجب أن نقف مع سوريا لتحرير أرضها ولتحرير ما تبقى من أرضها وما هو محتل من قبل الصهيونية، ونحن نعول كثيرا على الشعب السوري وعلى سوريا في تحقيق الحقوق العربية في فلسطين وفي غيرها، ونعتبر أن سوريا دولة مركزية، وإن شاء الله نتمنى أن تسترجع مكانتها، لأننا لا يمكن أن نعيش بدونها. عقدت اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي اجتماعا قبيل بدء المؤتمر 18 للاتحاد البرلماني العربي للنظر في بنود جدول الأعمال. وأعرب رئيس الاتحاد البرلماني العربي محمد بن مبارك الخليفي عن خالص التحية للكويت أميرا وحكومة ومجلسا وشعبا على حسن الوفادة والاستقبال. وقد أعرب الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي في افتتاح الدورة العاشرة للجنة التنفيذية للاتحاد دور الكويت وأسبقيتها في العمل البرلماني في منطقة الخليج. وأكد بوشكوج أن الدورة العاشرة للجنة ستسجل إضافة إيجابية وتعزيزا لدورها في حياة الاتحاد حاليا ومستقبلا.
موضحا أن جدول أعمال اللجنة مستمدة من مصدرين: قرارات الدورة التاسعة وجدول أعمال المؤتمر 18 الذي سيبدأ أعماله بإذن الله غدا، وستكون القرارات التي ستصدر عن هذه الدورة محط اهتمام المائة عام للاتحاد في مجال التنفيذ والتجسيد على أرض الواقع بكل جدية وأمانة. وتمنى بوشكوج لهذه الدورة النجاح في أعمالها والخروج بقرارات وتوصيات عملية تسهم في تعزيز دور الاتحاد وتفعيل أنشطته في مختلف المجالات. مسابقات، منافسة، تنافس، فائزين، خلونا نتابع هذا التقرير. الانطلاق كانت الساعة 7 الصبح، بس الجو كان جدا هوى مع غبار وشوي طاح الهوى الحين. عدد المشاركين تقريبا مع الانطلاق أكثر من 70 مشارك. في يعني تنافس حلو والسرعات يعني متقاربة تقريبا. في أحد استبعدتهم السباق؟ لا للحين، طبعا للحين لأنه ما وصلوا للقرية فالحين ماكو استبعاد. استبعاد أمس بالفحص في خيل، كانت استبعدنا اكثر من خيل يعني بالفحص. والله حقيقه الحمد لله بفضل رب العالمين. طبعا انطلقت الخيل الساعه 7 صباحا وكل الفرسان في شبناهم همه والحمد لله نشاط ومتعاونين، كذلك اللجان المشرفه على البطوله متساعدين متعاونين مع اخوانهم الفرسان واصحاب الخيل. الحمد لله انطلقت الخيل بسلام. في كم راس، يمكن راسين او ثلاثه، هم اصحابه شافوا ان الخيل ما تقدر تكمل او تعبانه شوي، ردوا الاحباط على الخيل. والانطلاقه ماشيه الحمد لله مثل ما شفت الخيل ماشية. في ناس عادي تكتكون بالسباق، اللي يمسك خيله واللي ينظم، لأن مسافة 100 كيلو وأربع أشواط مية مسافة قليلة فيها التنظيم. ولكن حقيقة الوجه عام الانطلاقة جيدة جدا يعني بامتياز، والحمد لله الكل متعاون. ونطلب من الله العلي القدير أن الله يوفقهم ويوديهم بالسلامة. عامل الجو شوي غير على الخيل ونرفزها شوي، سبب لها شوية جفاف، والحمد لله على كل حال. كم قطعت المسافة الحين؟ والله الحين خلصنا 30 كيلو إن شاء الله، وباقينا 3 مراحل. وعندكم مرحلة ثانية 30 كيلو؟ عندنا 30 كيلو وعندنا 20 إن شاء الله. شو تتوقع؟ تواصل ولا ما تواصل؟ والله إن شاء الله كل شيء بتوفيق من الله سبحانه. واجهت مشاكل بالسباق؟ أي والله. مثل شنو؟ مثل برد وحصان شوي حار وهدفين. شنو رأيك بالتنظيم؟ شنو رأيك بالسباق؟ تنظيم 100% ما شاء الله تبارك الله. زين، تتوقع أنك تواصل؟ إن شاء الله أتمنى. كم باقي لكم مرحلة؟ باقينا 3 مراحل. ثلاث مراحل. انت اول فارس كويتي وصل المرحله الاولى، نتمنى انك توصل المرحله الثانيه والثالثه. الله يعطيك العافيه. في 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 كلمه حابه تقولها للجنه المنظمه؟ في يعني والله اشكرهم على جهودهم صراحه، والله يوفق الجميع ان شاء الله. احنا نقول لك باسمنا وباسم تلفزيون الشاهد كل الشكر. ونعم الله فيكم تلفزيون الشاهد. ويعطيك العافيه. شكرا شكرا. ان شاء الله يعني اول ما تيجي الخيل بيبقى في الفلس انسبكشن، وبعدين نشوف لو في ضربات القلب مظبوطة ولا لا، اذا كان ضربات القلب زايدة او عالية بنديله فرصة تانية انه هو يطلع تبني برا البوابة وبيخش مرة تانية حسب ال 20 دقيقة المساحة له يعني. فلما يجي بنعمل له السكند انسبكشن لو او الفحص الثاني لو كان مناسب او اوكي بيعمل ايه، بيرجع للسباق. لو كان في اي خطأ او اي مشكلة صحية بيستبعد برا السباق. بالأمس لاحظنا كنا متواجدين معاكم، لاحظنا كشف على تقريبا 107 108 حصان. هل استبعد أحد بالأمس قبل انطلاقة السباق؟ استبعدنا 3 خيل. شنو السبب دكتور انك استبعدت 3 خيول؟ في منها يعني في الأمس بالضبط كان من الحركة في جهاز الحركة كان فيه مشكلة، يعني ممكن يكون في الأماميات أو في الخلفية فيه مشكلة فنستبعد عنها يعني. دكتور سؤال، هل اللجنه المنظمه تتدخل بشغل الدكاتره؟ لا، بالنسبه لفحص الاطباء خاصه بالاطباء بس يعني. يعني رئيس اللجنه المنظمه ما لها اي دور معكم؟ لا اكيد، بس احنا لو في مثلا لقينا في حصان عايزين نستبعده او عايز اعاده كشف لازم نبلغ اللجنه، واللجنه في واحد بيكون موجود من اللجنه موجود، والاطباء بتفحص
وبنديله الفحص النهائي، واذا كان في استبعاد هو اللي بيستبعد. اعزائي المشاهدين، نحن الان امام احد المشاركين في سباق القدره والتحمل، داش عند الدكاتره عشان يفحص حصانه. تفضل استاذ خليل. الحين الدكتور، طبعا عندنا دكتور امل هو المسؤولين واخوانه دكاتره مسؤولين يفحصون الخيل نبضات قلبه، اذا مثلا عنده طاف الفحص نبضات القلب يفحصون تروت الاقدام. طبعا اللجنه تشوف اللجنه الطبيه. استاذ خليل عفوا، في دقات قلب معينه، عدد دقات قلب معينه؟ نعم، اللي حسب القرار 70 او 65 اللي يشوفه الدكتور انه الحصان في هالوضع راح يدش الشوط الثاني اوكي. الحين شوف الفارس يمشي الحصان اساس من الاقدام، هو الدكاتره هم اللي ياخذون القرار، الحين هم اللي ياخذون القرار وعطوه بطاقته. دكتور عمل صبحك الله بالخير وحياك الله معنا في تلفزيون المشاهد. انت الحين فحصت على حصان، كم دقه عدد دقات قلبه؟ اشيل السماعه بس. انت الحين توك فحص الحصان، كم عدد دقات قلبه طبيعيه يعني؟ يعني فحص الحين دكتور؟ لا الحين هو كان 60 في الدقيقه. طيب مسموح لغايه 64. 64 يكمل يكمل. ما في اي ملاحظات على الجواد اللي قبل شوي؟ لا هو بسم الله ما شاء الله ما فيش اي حاجه، الحركه بتاعته كانت حركه عاديه، ما فيش اي مشاكل في الحركه. الدهيدريشن بتاعه او اللي هي النول الحيويه بتاعته معقوله الحمد لله، يقدر يكمل السبع عادي. دكتور نقول لك كل الشكر وحياك الله معنا في تلفزيون الشاهد. يا هلا بك. يا هلا بك استاذ خليل، نقول لك كل الشكر، استقبالكم طيب، حفاواتكم بالاعلاميين اطيب واطيب، استقبالكم كافي وترحيبكم فينا كاعلاميين كافي، ويعطيكم العافيه على الجو البارد وما قصرتم. الله يعافيك، وحنا نقول حنا مقصرين بحقكم، انتم الشكر لكم قناه الشاهد. شكرا لطلابك. شكرا. مثل ما انتم شايفين السباق جاري على قدم وساق، وفي ما شاء الله خيل طيبه مشاركه ويانا اليوم، وفي صراحه يعني لاحظنا اليوم ثقافه بالقدره ما كنا نشوفها بالسنوات اللي طافت، فكانت سنه عن سنه قاعد نشوف تطوير ملحوظ على رياضه القدره بالكويت، وهي رياضه اللي طبقا للوائح الدوليه ان الاسرع انتشارا حاليا بالعالم. استاذ احمد ابو كم حصان مشارك في فريق الخرافي؟ الفريق بسبب مشاركاتنا الخارجية شاركنا اليوم براسين بفراس هنتين، ولأننا مرتبطين بمشاركات خارجية بمملكة البحرين وإن شاء الله بألمانيا، فاضطرينا أن نشارك بس براسين اليوم. الأفراس اللي مشاركين فيها اجتازوا الفحص الطبي ولا لا؟ والله الحمد لله اجتازوا المرحلة الأولى من الفحص الطبي. واجهنا مشكلة بسيطة بواحدة من الأفراس، تأخر النبض فيها شوي بسبب الارتباك منها كفرس نيرفز شوي، لكن الحمد لله اجتازوا اثنين هم الفحص الطبي. يعني الكل متوقع ان فريق الخرافي ياخذ الجائزة ولا ما رأيك؟ والله نتمنى الفوز، هو فوز السباق ما هو فوز فريق الخرافي ولا غيره، ايا كان يفوز نقول له مبروك، لكن ان شاء الله تخمينات نقول ان شاء الله. واحد من الاخوان قاعد يتحرش بالاستاذ احمد ابو، تفضل. لا بالعكس والله، انا صراحه بس مجرد مشاركتنا هذا شرف، وهي تكليف ما هي تشريف، انك توصل للقمه سهل لكن المكوث فيه هو صعب. اكبر 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 تشريف، لانه يحمل اسم صاحب السمو امير الوالد مفدى، رمز الدوله، الكل لازم يشارك، الكل لازم يطلع الموروث بشكل لائق. في اخوان خليجيين مشاركين معكم؟ والله في عندنا ضيوف كان المفروض يجونا من المملكه العربيه السعوديه، واخوان البحرين كان المفروض يشاركون، لكن تصادف ان اليوم عندهم سباقات، فعشان كذي ما فصار في تضارب، لكن هم عندنا ضيوف من الاردن، وان شاء الله بالمستقبل القريب راح يكون عندنا ضيوف من اوروبا بعد ان شاء الله. استاذ احمد ابو نقول لك حياك الله وكل الشكر، وباسمي باسم تلفزيون الشاهد نقول لك مشكور. العفو، حياكم الله وسهلا مبارك يا اخوان. حياك الله طال عمرك والتوفيق. التوفيق. احرز الفارس سلمان السويدي بالجواد ترهيب العائد للاسطبل الشلاحي والطواله المركز الاول في سباق القدره والتحمل لمسافه 100 كيلومتر، ونال جائزة السيارة المخصصة للسباق الذي أقيم أول من أمس في منطقة شبد ضمن مهرجان الموروث الشعبي الذي ينظمه نادي الصيد والفروسية برعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.
وقطع الجواد الفائز مسافة السباق بزمن قدره 3 ساعات و10 دقائق و28 ثانية وسط تنافس قوي ومثير من الجواد.